حاجة أعتقد إنها مهمة جدا جدا جدا، تهم ناس كتير، بتهم المنتج وبتهم المستهلك. إيه هي؟ في أنباء عن إعلان البنك المركزي المصري. يعلن عن إيه؟ دي أنباء تاني. عن إلغاء قرار الاعتماد المستندي للاستيراد. كويس؟ طيب، ده بيهم المنتج وبيهم المستهلك. يهم المنتج انه اذا حصل كده يبقى ساعتها هيبقى في مرونه اكتر في ان الناس تقدر تستورد مستلزمات الانتاج و و و وبالتالي يبقى المنتج موجود عندك بشكل اكثر سهوله ويسر، وبالتالي تبدا الاسعار بتاعه بعض المنتجات او كثير من المنتجات تهدى حبه على المستهلكين. خلونا نحاول نفهم حول صحه هذه الانباء من عدمها من دكتور أسماء رفعت، الباحثة الاقتصادية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ الحمد لله تمام. مدى صحة هذه الأنباء؟ هو لغاية دلوقتي لسه ما صدرش قرار رسمي بكده، بس فعلا ترددت أنباء كتير عن اتخاذ القرار دوت في ضوء الإجراءات اللي اتخذتها وأعلنتها وزارة المالية لتيسير الإفراج عن الواردات المتراكمة في المواني. وهو قرار زي كده لو تم اتخاذه هيكون مكمل للإجراءات اللي اتخذتها السياسة المالية، وهيكون طبعا زي ما حضرتك قلت في صالح المنتج والمستهلك ورجال الصناعة والمستثمرين سواء الأجانب أو المصريين والمستهلكين، يعني هيبقى في صالح كل المتعاملين في الاقتصاد المصري. عظيم جدا. طيب إذا حصل ده، هل ده يبقى له أي علاقة بمسألة الوفرة من العملة الصعبة لدى المستثمرين سواء إذا كان مصنع أو مستورد لمستلزمات إلخ إلخ؟ هو إحنا لما كنا شغالين في البداية بالنظام بتاع مستندات التحصيل وبعدين بدأ التحول لنظام الاعتمادات المستندية في مارس اللي فات، كان الهدف من القرار دوت هو ان يبقى فيه رقابه اكتر على السلع المستورده ونوفر ضمانات للطرفين المتعاملين سواء المصدر او المستورد، ويكون في اتاحه اكتر للشركات اللي بتشتغل في التجاره ان يكون قدامها يعني فرايتيز اكتر. حلو. وفي الوقت ده كان برضو الدوله بتستهدف ان هي تفعل منظومه التسجيل المسبق للشحنات اللي هي بتقلل وقت الإفراج الجمركي وتوفر رقابة أكتر، ولكن طبعا الظروف العالمية ما سمحتش إن الموضوع يتم وناخد المميزات بتاعته. هو طبعا كل طريقة من الطريقتين سواء الاعتمادات المستندية أو مستندات التحصيل ليها مميزات وليها صعوبات، لازم إن احنا هناخد الحاجتين مع بعض. فطبعا في ضوء الظروف العالمية اللي طبعا حضرتك عارفها وكل المشاهدين يعني عارفينها اتكلمنا فيها أكتر من مرة، كان الوضع صعب، فاحنا كنا بنستهدف ان احنا نحافظ على النقد الاجنبي ونوفر نقد اجنبي، ولكن النتيجه ظهرت على عكس المستهدف. بالعكس يعني ازمه يعني توفر العملات ما كانتش متوفره بالشكل الكافي، فده ادى لان السلع ما كانتش متوفره في الاسواق، اتراكمت في المواني، ندره السلع خلت ان الاسعار ترتفع بشكل مبالغ فيه، فبقى في ضغوطات على الاسعار عالميا نتيجة التحديات العالمية، وإحنا كمان زودنا بقى فيه تحديات محلية فالأسعار ارتفعت بشكل أكبر. كنا برضو بنستهدف في الوقت ده إن إحنا نعمل توطين للصناعات المحلية، طب ما الصناعات المحلية محتاجة مواد خام ومستلزمات إنتاج من بره، بدأت العملية تزداد صعوبة، المستثمر الأجنبي برضو بدأ يبص إن فيه شوية تعقيدات هتقابله أو كده، فالأمور كلها ما مشيتش في المسار المطلوب. فمن المتوقع إن إن شاء الله قرار زي كده بالعكس بقى يوفر السلع فالأسعار تنخفض، ف يتم بقى يعني القضاء على السوق السوداء، الصناعات تنتعش اكتر، الاستثمارات الاجنبيه تكون الدنيا متيسره بالنسبه لها افضل. طيب ده معناه انه باذن الله سبحانه وتعالى اذا اراد ربنا سبحانه وتعالى وتم تفعيل، او انه ما بقتش مجرد انباء وانه صدر القرار بالفعل من البنك المركزي، ده من شانه كمان انه يخلي الاجهزه الرقابيه على الاسواق تشد حيلها اكتر، علشان دايما في الجمله بتاعت انه التاجر بيعمل نفسه مش واخد باله بقى، ما فمش عاوز ينزل اسعار، فنيجي نقول له الله طب ما هو كل حاجة توفرت انت ما بتنزلش السعر ليه؟ فده المفروض انه يستتبعه المزيد من الحزم لدى الأجهزة الرقابية على الأسواق، مش كده؟
بالظبط، لان النظام بتاع الاعتمادات المستنديه ده بيكون فيه رقابه اكتر، سواء على السلع اللي بتيجي، نوعيه السلع اللي بتيجي، او على الاسعار بتاعتها. فمستندات التحصيل بنفتقد شويه لجزء الرقابه ده، فهيكون محتاج تقنيات مختلفه واساليب مختلفه وتشديد الرقابه زي ما حضرتك بتقول، بحيث ان احنا نقدر نتغلب على الجزئيه دي. طيب دكتور اسماء، من وجهه نظر اقتصاديه، هل القرار ده اذا صدر بإذن الله سبحانه وتعالى، هل يستلزم أنه يبقى فيه معاه قرارات أخرى مكملة؟ يعني مثلا النهاردة علشان أروح أودي للبنك أي شكل من أشكال العملات الصعبة، البنك يشترط عليا أن أنا يبقى فيه معايا مستندات تقول لي أنا جبت الدولار منين واليورو منين والاسترليني منين وما إلى ذلك. هل لو حصل حلحلة لمثل هذه الإجراءات، أو هل يفترض أنه يحصل حلحلة، هل نشجع أنه يحصل حلحلة لمثل هذه الإجراءات، يعني يبقى فيه قرار مكمل؟ يعني أنا مش قادرة أقول بالظبط رأيي في الموضوع ده، لأن هو ممكن لو الموضوع اتفتح قوي يفتح مجال يعني تصرفات ويعني ضخ لأموال مجهولة المصدر أو كده. وفي نفس الوقت لو الرقابة زادت بشكل كبير، لا هيضر الناس الملتزمة اللي بتجيب أموالها عن طريق التجارة ومحتاجة السيولة الكافية. فأكيد الموضوع هيبقى محتاج يعني إيه، يبقى فيه رقابة، أو يبقى فيه نوع من يعني إن الدولة لازم تكون شايفة حصيلة النقد الأجنبي اللي جاية لها، الإنفلو والأوت فلو ماشيين إزاي، ولكن مش بشكل إن هو يعرقل الدنيا أو يخنق الاقتصاد زي ما حصل يعني في بعض السلع، ان يعني ما توفرتش في الاسواق بشكل كافي وارتفعت اسعارها، فدوت مش بيجيب نتيجه كويسه. طيب مثل هذه الاجراءات تخلق وفره في العمله الصعبه، ولا يظل الحال على ما هو عليه؟ هي هتشغل الدنيا شويه، يعني اللي معاه فلوس وعايز يستورد بيها هيبدا يدفعها ويستورد ويجيب السلع ويبيعها ويكسب فيها فيستورد تاني، فالحلقة هتدور والعملية هتدور. إنما ممكن دلوقتي يكون في ناس معاها بعض الأموال ويعني مجنباها شوية، خوفا من إن هي مش عارفة الظروف اللي جاية هتحصل فيها إيه. وكمان النظام بتاع مستندات التحصيل ده بيسمح للعلاقة ما بين المصدر والمستورد إن هي بتكون علاقة فيها بعض، مثلا ممكن المصدر يدي خصومات، يدي تسهيلات، ممكن المستورد بيدفع جزء وياخد شحنته ويستكمل بعد كده، او يتعمل له خصم معين فيبدا يدي للتجار برضه بخصم او بتسهيلات معينه، فالدنيا هتمشي بالشكل ده. طيب السلع هتتوفر والنقد الاجنبي كمان هيحصل له حركه، بدل ما هو مش متوفر او اللي معاه خايف يعني يفرط فيه او يشتري بيه حاجه او كده، لا الدنيا هتمشي وهتدور بشكل يعني سلس اكتر بالشكل الطبيعي بقى. كويس جدا. طيب هل ده معناه انه كمان هنبقى محتاجين من البنك المركزي انه يبقى فيه عنده حزمة ايضا من القرارات المتعلقة بقى هنا بتشجيع التصدير للمنتج المصري، يعني اشجع المصدر ولا ايه؟ هو دوت يعني القرار الاولاني اللي احنا بنتكلم فيه بتاع مستندات التحصيل دوت هيعمل تعزيز لوضع الصناعات المحليه المصريه، الصناعات المحليه المصريه اللي كانت واقفه على بعض مستلزمات الانتاج او بعض المواد الخام خلاص الدنيا هتكون ايسر بالنسبه لهم، فهيتم التصنيع بشكل مظبوط وهيتم الانتاج. الانتاج ده بقى يعني كان برضو من المستهدفات اللي الدوله بتسعى ليها في المرحله الحاليه علشان نواجه الازمه ونواجه الضغوطات العالميه اللي انعكست على الاقتصاد المصري، ان احنا نوفر السلع بتاعتنا محلية ونوجه الفائض للتصدير، لان ده هيوفر لنا نقد اجنبي. عظيم. فالدنيا هتمشي، يمكن هتاخد وقت شويه لان طبيعي ان القرارات الاقتصاديه اثارها ممكن ما يبانش، يعني في اثار بتبقى بتبان في الاجل القصير وفي طبعا. في الاجل المتوسط وفي في الاجل الطويل. يمكن عمليه الصناعه بتاخد وقت شويه على ما المنتج النهائي يظهر ونبدا نصدره بالجوده المطلوبه، بس هي دي خطوه او يعني دي البدايه، وهتتم بقى السلسله ان شاء الله في شكل يعني مجموعة من النتائج الإيجابية هتظهر تباعا. يعني نتوقع سبتمبر مشرق كده بإذن الله. بإذن الله. أنا بشكرك جدا دكتور أسماء رفعت، الباحثة الاقتصادية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.